ما حكم الشباب الذين يجمعون مبلغا معينا من المال لشراء الكتب والأشرطة على أن توزع في القرى التي لم تصلها الدعوة؟ لا بأس، هذا عمل طيب، لكن يشترط أن تكون الأشرطة صادرة عن أهل العلم، تكون صادرة عن أهل العلم الموثوقين، ليس فيها أخطاء عقدية أو أخطاء علمية، تكون صادرة عن أهل العلم الموثوقين حتى ينتفع بها ولا يكون فيها خطأ. نعم.